اوبا يلا يلا اوبا مش هتقف معلش مش هتقف يعني ممكن تسيبيني ما توترنيش هيبقى يوم لذيذ لا احنا جايين ننبسط بتعملي كده ليه مروان دي نافوره راقصه هي بعد كل ثلاث مرات بتقف جزء بالسنه فين النافوره دي انا مش شايف نافوره مروان بجد this is too much هنفرح امتى بقى هنفرح امتى استني دي خلاص انا هنزل انا وابني مالها النافوره ها مالها فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك عشان كده في نيوبلس بدلنا النافوره راقصه بنادي اجتماعي رياضي تستمتع بيه مع اولادك فكر عملي فكر نيوبلس من وادي دجله ديفلوبمنتس الله